ده انت طلعت ميه من تحت تبن يا بنت. هم البنات في الحاره دول بنات؟ تصلي غلبانه مش دريانه. لو النبي صحيح اعملهم على ايه يا واد؟ تعال شوف النسوان اللي على النت. نسوان على حق. وانت بقى تعالى شوف الصور اللي في اوضتي. ايه شباب ايه وجمال ايه واجسام كلها عضلات، حاجه تملى العين كده. ايه هو ده؟ احنا مش اتفقنا تشيل الصور اللي عندك دي؟ لما تشيل انت بقى النت اللي عندك والنسوان اللي عليه. تليفون في ايه؟ ماشي يا صباح هكلمك تاني. سيبتي يا اختي اللوكلوك لابوك يتصل. امك اللي حدفتك علينا صح؟ اه جت قوي طالع بلع لامه وبالك طالع تاكل لقمتك وسمعنا خطوتك فاهم؟ ما اقعد معاك يابا شويه. ما انت قاعد يلا وانت واقف. محروس جوز امك عامل معاك ايه؟ ابوها كويس. يا ابن الكلب يا واطي. ابويا برضك؟ اسمع عوض انا اياك اسمعك كلمه ابويا دي تاني فاهم؟ طب هات جنيه. هتعمل بيه ايه؟ هنزل العب في النت. خد يا خد. بس اياك تهوى من ناحيه النت بتاع الواد جابر. ها؟ ما بروحش عنده. لا هيروح عند النت تاني. يروح يابا. اصل الواد جابر ده فتح النت مغلطه. كل العيال هناك بتخش على المواقع الملوثه. البلد كلها باظت يا ابني، يعني جت على عيالي. بابا انت عاوز 5000 جنيه. كأني ما سمعتش. تابع اسم ضروري. وانا لو معايا 5000 جنيه كنت قعدت جنبك. كان زمان نزلت اشتريت شويه عده وشويه قماش نشتغل بيهم. خلاص صبا مش عاوز حاجه. عايزهم في ايه ال 5000 جنيه دول؟ خلاص بقى. ما تنط يا عايزهم في ايه؟ كنت هجيب بيهم لابتوب. ايه اللابتوب ده؟ اه في باب اسمه توب؟ وهتركبه فين ان شاء الله؟ خلاص صبا مش عاوز حاجه. ما تفهمني يالا ايه اللابتوب ده؟ ده فيتامين فيتامين. ابن الكلب يا واطي. فاكر ان انا مش عارف يعني ايه لابتوب. بعينك ولا؟ قول يا ابني. الواد بيتا ابن صاحب البيت قلب الاوضه اللي تحت غرزه. قلت قبل كده لابوه ما عملش حاجه. اصبر يا ابني هخش انفضهم لك. بالراحه مش عايزين مشاكل، بس مش معقوله ريحه الحشيش ضاربه في البيت كله. طب توكلي انت على الله قبل وانا هتصرف. سلام. سلام. ازيك يا عم سابق؟ الحمد لله. جرى يا عم بيتا ينفع كده برضك؟ ريحتكم فحت في البيت كله. مفيش حاجه يا اخي وخش شوف احنا بنلعب بلاي ستيشن. بلاي ستيشن؟ ما الاوضه هم عباقه دخان، انتوا ايه بتنتحروا؟ وبعدين قبل ليلى اشتكت. مفيش حاجه يا اسطى، ميتة، خش فتش الاوضه. لا مش هفتش. يا اخوانا خفوا شويه، البيت فيه بنات، ما ينفعش كده، مش لازم تصطبحوا كل يوم. ماشي يا اخي وماشي، ماشي تمام. وبتعرفوا تلعبوا بلاي ستيشن على كده؟ ما تيجي يا اسطى افرجك. لا مش فاضي، عندي شغل. ولا اقول لك تلعب على كام يا كفي مريم. شغال. ايوه. يا تخش السلك يا ماشي. بالراحة على الجهاز. ماشي. بس 2000 جنيه كتير قوي يا جابر. بس انا جايب لك احسن حاجة في السوق. اصبر عليا كده اما اجمع لك الجهاز وتشوف سرعته هتدعي لي. ماشي. بقول لك ايه؟ لو قابلت ابويا على الطريق قول له ان احنا جبناه قسط يلا يولع فينا. لا ما تقلقش وبالقسط المريح كمان. ماشي يلا. وش وش. ابويا نايم. يا وش يا وش. ها اوكي تعال تعال حط فين حط كده بالراحة على الجهاز بالراحة ايوه بس كده بقى جنب الفيشه والتليفون. يلا بسم الله. تمام بقى انا كده يا فريند اجي لك بكره واجمع لك الجهاز كله. بكره ده ايه؟ احنا مش ناقصنا حاجه. ما انا تعبان من كتر اللفه طول النهار خليها بكره. لا يا جابر كده انا ازعل. بص يا جابر انا محتاج النت ده ضروري. بص الاسطى عبد الله طالب مني وصله بقاله شويه ايام وانا بصراحه كده موعده. ماشي يا جابر هستناك بكره. ماشي. زكريا روق
يا ابو انت صحيت؟ ازيك يا عم مبارك؟ اهلا يا جابر. ايه خير في ايه؟ لا احنا جايبين حته جهاز كده بالتقسيط الكريم يعني فهمت انما في الجول. جهاز ايه ده؟ طب يا جابر هستناك بكره. ها استناش بكره. سلام يا اخويا. جهاز ايه ده؟ انا ابدا ابدا جهاز كمبيوتر كده عشان الم الواد عادل من الشارع. تلم الواد عادل ولا تلم نفسك انت؟ وبكام الجهاز ان شاء الله؟ بالقسط المريح 10 جنيه في الشهر. اه وتقدمته كام؟ 400 جنيه. ها؟ 400 جنيه؟ بس ما ده كلام؟ تدفع 400 جنيه من شغلنا علشان تقعد تلعب على الزفت ده؟ يابا مش لعب. امال ايه؟ ياكش هياكلنا ولا يشربنا الكمبيوتر ده؟ يابا انت مش فاهم حاجه. ومش عايز افهم. ال 400 جنيه دول هتخصم من قبضك وتقعد تحاسبني. ماشي يابا نتحاسب. 400 جنيه؟ احنا مش كنا اولى بال 400 جنيه دول في شغلنا؟ انت خيبه في هبلك. روح اعمل لي كوبايه شاي ادفعها. حاضر يابا. كمبيوتر. ايه ده؟ طب يا انا اوصل لغايه واحد صاحبي ورد جنيه. ايه؟ ما انتش طايق تقعد معايا حبتين؟ خلاص؟ ايدك بتغلك على النت؟ انا مش قلت لك عايزك انا. طب هو انا قاعد معاك بقالي ساعه ما قلناش كلمه واحده. طب ما احنا هنقول اهو. بص يا كريم. البيت اللي ما فيهوش مرض يعاشر فيه العنكبوت ياكله. ابويا قال لي كده. مش فاهم يا رب. لا فاهم. فاهم وبتستعبط. اه عايزنا اتجوز. يابا انا ما بفكرش في الجواز. حد قال لك فكر؟ ما ان شاء الله ما فكر. بس انا بفكر بقى. ايه هتتجوز عم بركه؟ ايه لا بتضحك على ايه؟ ايه شاكك فيا ولا ايه؟ لا يابا انت تمام زي الفل. انا بكبر يا كريم. والموت احنا اكتر ناس بنحس بشغلنا. الموت ما بيخليش، ما فيش حد هيقعد. يابا ربنا يخليك ليا. انت عارف يعني انا ماليش غيرك في الدنيا دي. بس انا بقى ناوي اجيب لك غيري. اجيب لك اخ صغير كده تاخد بالك منه. انا لسه بصحتها لو اقدر برضك. طبعا عارف يابا خلاص اتجوز اتجوز. لا شيخ، وانت تقدر ترفض يالا؟ ايه خلاص؟ الدنيا تشالي بحالها ولا ايه؟ خلاص عم مبارك اتجوز على البركه. مبارك ايوه اتريق. اتريق على ابوك يالا؟ يابا والله ما اقصد. بص بقى ايه؟ انا ناوي اعمل ايه؟ هجيب حته بيت من البلد، لا ليها في الطور ولا في الطحين. اي يعني تغسل لنا غياراتنا بدل ما هي مقايحه على جتتنا كده، وتعمل لنا لقمه حلوه بدل الكشري اللي هرب بطننا. خلاص عم مبارك اللي يريحك. لا من ناحيه تريحني؟ هو هيريحني بصراحه. انا كبرت انا خلاص. كبرت مين يا ابو كريم؟ ده لو والله عامل لك فرح تحلف بيه الحاره كلها. النبي ايه؟ عم بيقول انه مصري. عم يسال عنك من وين؟ ردي قولي من لبنان. انا من لبنان. هو ده اصلي. عم بيقول اسمه كريم، عم تعرفيه من قبل؟ لا ما بعرفه. تعي 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 تطلعي في صورته. وبعدين؟ عدلك الصور. خلصنا بقى، اطلعي اوف لاين. ايه بس هو عم بيسألك يرسل الصور إليك؟ بكفي بقى، أنا ما بضلني بحكي كثير مع العالم على الإنترنت. بس هو عم بيعقد. أنا رايحة. لوين؟ عندي مشوار، باجي إلك بكرة. أوكي، باي حبيبتي. باي باي. أما البلوزة بتاع الكشري مات. انزل شوف إيه العدة المطلوبة عشان تروح. ماشي يا أبو ماشي. ما تقوم هلا، هلا ما تسيبك من لعب العيال ده، خلينا ننتبه لشغلنا. ماشي. يلا. قفلت ليه؟ يلا هلا. ايوه بقى. هاي كريم كيفك؟ انت فين؟ لا خالص. عمال اكلمك. ابدا. اعمل لك ايه؟ الوصلة بتاعت النت قطع في الحارة. حارة؟ حارة شو؟ حارة ايه؟ بهزر معاكي. ما انا عمال اقول لك الشبكة واقعة وانت مش مصدقة. المهم انت وحشتيني بقى.
انا بدي اقول لك سربرايز، رح اجي على مصر بعد يومين. يومين؟ ده احلى خبر سمعته في حياتي. طب هتقعدي فين؟ بالاوتيل. فيك تعمل لي حجز؟ طبعا احجز لك طبعا. تعالي انت بس وما تحمليش هم. ساب الشغل في الشارع؟ طبعا شغال عن سريع ترتر ما هي ماغة. طب بقول لك ايه، هقفل دلوقتي عشان عندي حاجات لازم اعملها. اوكي باي. لا اله الا الله، العربة مفتوحة. معلش يابا، اصلي كنت بعمل حمام. تعمل حمام؟ مش عارف تمسك نفسك؟ ما تعملها في اي حتة في الحارة يا اخي. يابا دي ثانية واحدة. ثانية واحدة هتكذب برضه ولا؟ وساب العربية مفتوحة؟ ايه؟ مالك؟ ايه اللي جرالك اليومين دول؟ بتفكر في ايه تاني؟ مين قال لك يابا اني بفكر فيها؟ ما خلاص خلصنا. ليه؟ ما تيجي قال لي تاخد لك كلمين احسن. استغفر الله العظيم. حقك عليا يابا. يلا يلا توكل على الله. عبد القلب يا وسيم. طبعا. يلا يلا يلا. ايه؟ انت هتحجز لها هنا؟ ايوه ايوه. ما هو ده الفندق اللي عايز تنزل فيه. طب خلاص خش انت بقى احجز لها وانا مستنيك هنا. مستنيك هنا؟ اهو. ما تيجي معايا يلا. لا يا عم ماليش انا في الاماكن الجامده دي، انا هستناك هنا اهو. خش. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ خليك انت بقى جنب العربيه ولو حصل حاجه هديك رن. وهترن لي هعمل لك ايه يعني؟ روح روح. تبقى تلحقني يا اخي. يا عم ربنا يسترها. روح روح، انت هتورطني. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياتك يا باشا، كنت عاوز احجز اوضه. لمين حضرتك؟ واحده جايه من لبنان. قربت يعني؟ لبنانيه ولا مصريه؟ لا لبنانيه. سنجل ولا دبل؟ اوضه كويسه خلاص. يعني الفرد ولا اتنين؟ ممكن تكون جايه مع واحده صاحبتها. $150 في الليله. ايوه. كام مصري يعني؟ حوالي 800 مصري. لا يا جال واحده. طب سداد، هروح بس لحد البيت اجيب لك فلوس واجي على طول. النهارده؟ ايوه النهارده. حوصل بس البيت واجي عشان ما فيش امكانيه بعد كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه طمني، عملت ايه؟ طلعت الليله 800 جنيه. وعملت ايه؟ هعمل ايه يعني؟ هدفع ليلتين وهي تكمل وهتبقى حركه. ماشي يا عم الحركه، اتفضل. صح كده؟ ما صح كده، هنعمل ايه؟ ما انت ورطتنا. يلا يلا. بلاش يا كريم. يا عم في ايه؟ ما تخليها على الله، قلت لك هسد الاقساط في معادي. يا كريم دي فيها خساره كبيره قوي. انا كنت عايز نعمل ايه يعني؟ البنت خلاص جايه من لبنان، وبعدين دي فاكراني ياما هنا وياما هناك، تشوفني كده عره لا فلوس ولا عربيه ولا لبس. ما تقول لها اللي فيها، هو انت قليل؟ ده انت ابوك اكبر واحد بتاع فراشه في الحته. اه فراشه. يا ابني العالم دي فاهم عن ايه فراشه من اساسه؟ تقوم انت بقى رايح جايب عربيه ب 150,000 وتبيعها ب 80,000 بعد نص ساعه وكاتب على نفسك اقساط. انت مجنون. اه اللي حصل بقى. واكتب بقى عشان الراجل جاي. اديني بطاقتك اصور. خد الرنس. خد يا تصور البطاقه دي. عندك شاري؟ لا ما عنديش شاري، انا حمدي على الاقساط واقفش الفلوس، انت بقى تبيع تشتري انت حر. طيب انا هاخدها منك ب 75,000، لا عشان خاطرك انت. ايوه بس دي عربيه زيرو يا ريس. انت دافع حاجه؟ ما انت بتحرقها. ايوه انا هدفع الاقساط من الشهر الجاي. ده اللي عندي. موافق؟ موافق. هات الشيكات امضيها. خد الشيكات اهي. خد قلم. بقول لك يا غالي، ما تعمل معايا واجب كده وتشوف العربيه اركبها قد اسبوع. تأجر يعني؟ اه اجر. هديك عربيه ب 150 جنيه في اليوم بس عربيه كده، صح؟ خلاص هاتها واخصم ثمنها من 75,000. اتفقنا. تستلم امتى؟ دلوقتي، كله دلوقتي. على خيرة الله. هات يا ابني عقد الإيجار، وفين صورة البطاقة؟ كان نفسي أدي يونس أكون بعرف أشتغل إنجليزي، بس خسارة بقى. ماليش في التعليم أنا. ده أنت لو أبوك شافك مش هيعرفك. أمال يا ابني ضفت بقى، بقيت وجيه. بس النظافة دي غالية أوي يا أخي. إيه يعني؟ إيه يعني غالية؟ فده التراب اللي بتمشي عليها صاحبي. وبعدين يعني مش ممكن تكون البت نايمالها على عكمة كده ولا عكمة كده. نيب بقى. بس ما تنساش أخوك. ولا أعرفك. ما انت زباله يا والله تطلع منك. ما اقدرش يا صاحبي، ده انت الشقه يا يونس. حبيبي الكاسيت ده ما بيشتغلش؟ امال ايه؟ طب ما تسمعنا كده. دي ب 150 جنيه يابا، فاهم؟ اجرها كده وخلاص. ايوه بقى.
انت هتسيب العربيه هنا؟ طبعا هسيبها هنا. عايز ناخدها معايا ولا ايه؟ شوفوها في الحاره. يلا بقى بسرعه. احسن ابويا زمانه قلب عليا ارض الوطن. الحمد لله على السلامة، نورت مصر. طب ما استنيتنيش في المطار ليه؟ ولا يهمك ولا يهمك، على العموم الفندق محجوز وكله تمام التمام. الو الو يا نهار اسود، ده الرصيد خلص. خد يا كريم. يونس بقى ناتاليا زميل تخته واحده، ابو الزمل يعني. تخته؟ ما فهمت. تخته يعني بيقعد جنبي في الحصه في الفصل يعني في ابتدائي. بس انا خرجت بدري بقى. ايه يا عم كريم، ما انت كمان كملت تعليمك. كملت بس نجحت على طول يعني. كل النبي عربي بقى يا جماعه، وانا ما بحبش اكل بالشوكه والسكينه والجو الغامق ده، ولا الامور هتزعل. لا بليز خليك على راحتك. ما تاكل براحتك يا عم، في هنا حمامات، ابقى ومغسل ايدك. ماشي. صدقني يا يونس، الواحد مهما ربنا كرمه وعلي في المراتب برضه بيحن لاصله. ولا يا ست هي اسمها ايه؟ بس انا بنسى اسمها على طول. نهال، عادت ازياء. حلو، شغلانه حلوه قوي. بشوفهم في التلفزيون على طول رايحين جايين كده لما بيفرهدوا، بس جامدين قوي. يا ميرسي. ما تقوم راخم وتاخد البت شويه. طيب قوي. يلا طيب، صح. هتيجي تقوم بقى كده نقول كلمتين. اتفضل. هنروح ترابيزه تاني. تعال. ماشي يا عم، هنيالك. العب. شو هيدا؟ شو فيه؟ لا مؤاخذة، ما خدتش بالي يعني اني ايدي مش نظيفة. نقصتني منك، حاسس باللي عملته؟ مشاعر جوايا وخرجت. حقك عليا يا ستي. لا يا ناتاليا، انت ما كنتيش كده على النت، كنت احسن الف مرة من دلوقتي. طب بليز ما تزعل. خلاص خلاص، مفيش حاجة. ولا يا يونس، عايز ايه؟ يلا يلا هنروح. يا عم استنى شوية. يلا يلا يلا. امسكي ده الوصل بتاع حجز الاوتيل عشان لو حد سالك يعني. هعد عليكم بكره. صباح الخير. يلا يلا. في ايه؟ يلا. شو هيدا كريم اللي حكيتيني عنه؟ ما بعرف، حاسه انه عم بيمثل مثل ما كان بيمثل على الانترنت. وليش بيعمل هيك؟ شو بيعرفني؟ يمكن ما عجبته، يمكن بده يخلص مني. بدليل وصل للدنيا بالاخر. ايه هيك عم بيصير احسن ممثل بمصر. كان هيك على الانترنت، كان بيضحك الشات روم كله وبعدين بالاخر بيطلع بيمثل شخصيه واحد رفيقه. انا مو فهمانه شيء. رح نفهم كل شيء عن وقته. يلا نفوت الباب. نفسي اعرف بتروح فين انت والواد كريم. ولا حتى يا حاج والله. بننزل نتمشى كده وساعات نروح سيما يعني. بتعاكسوا نسوان ها؟ يعني. صحيح. انا خارج اهو. قاعد بالسلامة يا اخويا، تعالى خد عايزك. امسك هلا. بعت لك قميص وبنطلون. شايف صاحبك لبسه نزيه وانت شكلك عره كده. ربنا يخليك عن فكر. ماشي، بقول لك ايه؟ ما تتأخرش، عندنا 40 عايزين يفرشوا عند السوق. طب ما تقلقش حمامة، هروح وارجع على طول. بقول لك ايه؟ يابا هتأخر. يعني هتأخر على الدوام. هلا، اسمع. راح للموزة اللي انت قلت لي عليها قبل كده. يلا. يلا يا ابن الكلب اسلم. خلاص عم بركه بقى. يلا يا يونس. ابوك شكله فاهم كل حاجه كريم. يا ابني هو عارف، بس انا طبعا مش قايله على موضوع العربيه والاقساط. اوعى تكون بعبعت له بحاجه. هبعبع له بايه وانا عمري اتكلمت معاه اصلا؟ ما في كده لك. وشو هيدا اللي جايب معه؟ جايب هدية كتير حلوه. خلاص امشي. وبعدين انا مش مرتاح بقى للجاتو ده. ياد لازم ياد جاتوه، كل مرة أخش إيدي فاضية كده. وحد يروح عيد ميلاده واخد في إيده جاتوه. مش فاهمك أنت. جو الرومانسية والحنية يلا يلا يلا. يلا يا أخويا. جايب إيدي كتير حلوة.
اللي ياكل لوحده يزور. ها تفضل اطلب لكم شيء. احنا ناكل. شوفي احنا بنبوس عادي. عادي والله كده؟ ايه؟ طيب. عادي. ثلاثة. وماله؟ خلاص يا يونس. ماشي حاضر. يا ريس. افندم. عندكم مشوى ها؟ ايوه يا فندم. طب بص ركز معايا بقى. فرخة كبيرة وقسمها نصين وحمرها لي كويس قوي. ماشي؟ هحاول اجيب لك المتاح يا فندم. عندكم طبيخ؟ ايوه يا فندم. طبيخ ها؟ ماشي. شويه باميه وشويه رز وحبش الدنيا انت بقى. تمام يا فندم. طلبين ها؟ اوكي. ما تجيبش حلو. احنا معانا الحلو كله. حاجه تانية يا فندم؟ لا شكرا. نزلت حمام السباحه النهارده. نسيت اجيب الشورت. عارف لو كنت جبت الشورت؟ كان زماننا نزلنا والبطنا للصبح. بصوا بقى شويه جاتوه هتاكلوا صابعكم وراه. من عند الراجل بتاع وسط البلد. تضحك عليا يا ست. ما فيش، ذكرت شيء. طب انتوا ما زهقتوش من جوه الفندق ده؟ ما تيجي نخرج بره. لوين بدنا نروح؟ عبالي روح المصنع تبع اقولك. المصنع. المصنع. ايه رايك يا يونس؟ طبعا. يلا بينا. طبعا ايه؟ ناكل النهارده بقى. النهارده اجازه اصل بتاع المصنع. والله انت فكرتني، كنت ناسي. نقعد في الاوتيل النهارده، حلو الاوتيل. فيني احكي معك شوي؟ طبعا. تعال نتمشى شوي عبال ما يجي الاكل، اوكي؟ روح روح روح. السلام عليكم. روح اتفضل. ليلى مقمرة. ايه رد على التليفون. مش وقته، مش وقته. فيني احكي معك بصراحة؟ طبعا، ده انا بموت في الصراحة. ما عم بفهمك. كنت بشات حدا تاني. ما بعرف هيدي هي شخصيتك ولا انت قاصد هيك. انا عن جد كثير محتارة. بليز فيك تفهمني. هي رد وخلصنا. هرد على التليفون بسرعة بسرعة. السلام عليكم. انت لسه ما جيتش لحد دلوقتي يا عبد الكلب. ايه هلا ومال هتفرش ال 40 امتى يا زباله؟ انت فين هلا؟ لسه مع المزه؟ يا وسل. طب يلا يلا بسرعه بسرعه خالص تعال. ماشي ما جاي اهو. مسافه الطريق اكون عندك. يلا سلام. لو مشغول فينا نكفي حكي بعدين. لا 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 لا. احنا كنا بنقول ايه؟ نسيت اللي قلت لك اياه؟ لا لا فاكر. كنت بتقولي يعني ان انا في الكمبيوتر غير في الحقيقه صح؟ ايه. بس لو تفهميني. ليه فهمني؟ عم بسمعك. بص انا تالي انا انسان بسيط واللي في قلبي على لساني على طول. ولما شفتك يعني في النت عجبتيني قوي. والله العظيم عجبتيني وحبيتك. ولو عايزاني اتجوزك والله العظيم مستعد اتجوزك. تيجي تقلي شعر؟ شعر ايه دلوقتي؟ بدي اسمع اي شيء من اللي كنت تقلي اياه على الشات. بقول لك ايه؟ الاكل دلوقتي زمانه نزل وانا على لحم بطني. ناكل واقول لك كل اللي انت عاوزاه. ماشي؟ ماشي. الليل دخل علينا ولسه ما فرشناش، الناس هتقول علينا ايه؟ بابا فيها ايه يعني؟ ايه اللي جرى يعني؟ 40 هو لسه ميت امبارح. 40 ولا 50؟ انت باين عليك البت اللبنانيه واكله دماغك. بصراحة يابا عجباني قوي ونفسي اتجوزها كمان. فرصتك. ما انا صرفت نظر عن الجواز. طب ايه هترضى بيك؟ هترضى بيا طبعا. ما تقلقش انت، قدم بس انت المشيئة. كل اللي عليك هتضرب الحتة الزفرة وتيجي نتقدم لها. تقدم لها فين؟ هنروح لها ميدان لبنان. ميدان لبنان ايه يابا؟ لبنان بقول لك. لبنان نفسها؟ ابن الفقرية. ايه هنطلبها من ابوها يعني؟ ايوه هنطلبها من ابوها. بس بصراحة انا لسه يعني ما فتحتهاش في الموضوع. طب يعني هي موافقة؟ طبعا. ولا بتموت في ابنك يا هلا. ايوه طب اطلع شد الحبل عشان نخلص. يلا ام كريم. ام كريم. ام كريم بياض. خلي مستندر عايزين. اهلا اهلا اهلا. استنى فرح ولا طور ولا عيد ميلاد؟ تحت امرك. انا عم اكبر ابو الواد كريم صاحب الفرش ده. خلاص يا خلاص خلاص. ايه هلا لما تشوف الهوانم عايزين ايه؟ اجنح دوم حاجه ساعه. اهلا وسهلا. مالك مستمر كده ليه؟ معلش الواد ده طول عمره رخمه كده بيغرق في شبر ميه. خلصنا. ايه خلصنا بقى يا عم بركه. عيشك انت. لسه ما فرشناش. حاضر حاضر. شايف شايف يا ابن الكلب جبت لنا الكلام؟ ما
معلش استنى، هو الواد ده لخبط طول عمره كده. انا هجيب الحاجه الساعه، رحب بيهم وهات كراسي، يلا اتحرك. يلا خلاص. شو نادرة؟ كنت هقول لك على ليش عم بتكذب علي؟ شو كان رح يفرق لو كنت منحارب؟ انا ما كان بدي حدا غني، انا بدي حدا ما بيكذب علي. بس خلاص، اللي بدي اعرفه عرفته. سلام يا اسطى. الحاجة الساعة. الله، هم راحوا فين؟ ليه انا عملت لهم ايه؟ راحوا فين؟ يا ارحمني بقى، كفايه اللي طينت فوق دماغي، ارحمني بقى. استنى انا في ايه؟ ايه اللي حصل؟ تعال، راح فين؟ رايح في 60 داهيه. يا كريم مالك يا حبيبي؟ ايه اللي حصل يا ابني؟ ما تقول لي. يابا هي دي البت اللبنانيه اللي كلمتك عنها. لبنانيه؟ ايوه. انت مش تلاقيني هلا، سايبني على غنايه كده. معلش معلش، ما حصلش حاجه. اجري وراها الحق. اجري وراها ايه؟ ما خلاص باظت زي ما كل حاجه باظت فوق دماغي. ولا يعني انا اللي عكيتها؟ عن شو عم تبكي هلا؟ عم بكذب عليك. شو كان رح يفرق معي غني ولا فقير؟ عن جد هيدا حيوان. احسن انك عرفتيها حقيقته. لا اله الا الله. يا عم قوم بقى، شوف لك حل في حياتك. كتر النوم ده هيجيب الفقر. ما كانتش بنت سابتك دي. انا النوم هيجيلي منين بس؟ انا لا عارف انام بالنهار ولا عارف انام بالليل. طب وليه امتى ده كله؟ وليه؟ يا ابني احنا ورانا شغل متعطل. قوم قوم، امتص وشك بشويه ميه كده وفوق. قوم يا كريم. حاضر. يلا، ولا يهمك، يلا ولا يهمك. انا عارف ان انت كنت عايز تتجوزها، بس صدقني دي ما هيش مننا، لا من توبنا ولا عايش عيشتنا ولا بتلبس لبسنا ولا بتاكل اكلنا. بعدين من الاخر انت ما كنتش هتمنعنا. طب عليا ان نعمل اللي زي دي ممكن تخونك بعد اسبوع واحد من الجواز. اسالني انا. يابا مشكله ان انا كدبت عليها. طلع ان انا غني وعندي مصنع واكتب شعر كمان. كل ده في الاخر اتكشف. طبعا ان الكذب ملوش رجلين. الكذب خيبه يا ابني. ما ياما بنات أغنية ومتجوزين عيال فقرة وعايشين مبسوطين وسعدة لأنهم عارفين إنهم فقرة. الفقر مش عيب يا كريم، بس الكذب هو اللي عيب وخيبة. وبصراحة بقى أنت خبت. انساها يا ابني، انساها وعيش حياتك. مالها عيشتنا؟ ما هي زي الفل أهي. البس ثوبك يا كريم، بس كويه ونضفه. صدقني هيليق عليك وهتحبه. قوم قوم، خد لك دش كده وصلي ركعتين لله، ربنا هيفرجها ان شاء الله. بس بقى ابعد عن النت ده، اقفل النت اللي جاب لك المشاكل ده. يلا قوم قوم يا كريم.